هذا ونظمت الجالية السودانية بمدينة نيوكاسل شمالي لندن وقفة تضامنية مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 10 أيام في السودان للمطالبة برحيل نظام عمر البشير عن السلطة. الحاضرون في هذه الوقفة رددوا شعارات تؤيد الانتفاضة الشعبية في السودان وتؤيد إسقاط حكم حزب المؤتمر الوطني. في إطار الحراك الجماهيري الذي يشهده السودان، خرجت الجالية السودانية في مدينة نيوكاسل شمالية بريطانيا لدعم المسيرات الجماهيرية المطالبة برحيل نظام الرئيس عمر البشير، وللتنديد أيضا بالممارسات القمعية التي تنتهجها قوات الأمن في حق المتظاهرين العزل. لم تختلف الشعارات التي رفعت هنا عن الشعارات التي رفعت في الخرطوم وفي باقي المدن السودانية، رسالة واضحة يريد إيصالها هؤلاء المتظاهرون. نتعرف عليها أكثر من خلال الدكتورة تماضر الحسن، وهي إحدى المنظمات لهذه الوقفة. دكتورة تماضر، مرحبا بك على التلفزيون العربي. ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها من خلال هذه الوقفة؟ أولا مرحبا بالتلفزيون العربي، وأنا أثمن دوركم يعني، وأعتذر لكم نيابة عن الشعب السوداني لما حدث من محاولة لتكميم أفواهكم حتى أنتم الإعلام الخارجي يعني. وأنا أفتكر الذي حدث لكم يدل تماما على ما يمارس داخل السودان حاليا في محاولة ترقيع. كل هذه الجموع التي ترونها خلفي وأمامي وبكل الاتجاهات، هؤلاء أشخاص خرجوا ضد هذا النظام الغاشم في السودان الذي يحاول أن يركع الناس، والذي يحاول أن يمارس نوع من التكميم الأفواه والقتل. هؤلاء الناس في السودان الحبيب يمارس قتلهم ويمارس تركيعهم ويمارس تكميمهم. لا أحد يقبل أن يسمع صوت أحد. هؤلاء المواطنين خرجوا تحت شعار سلمية سلمية. هؤلاء المواطنين لم يصنعوا شيء غير أنهم كانوا يمارسون جزء من الحاجات التي يكفلها الدستور للناس، اللي هي حرية الرأي والتعبير. حتى هذا غير مكفول للشعب السوداني وغير مكفول لنا نحن كأمة. اختيار ساحة غري مونيمنت لهذه الوقفة له رمزية لدى هؤلاء المتظاهرين، فشارلز إيرل غري كان أحد قادة الإصلاح في بريطانيا، والذي أدت إصلاحاته إلى إنهاء العبودية عام 1832. إن هذا المكان إشارة لأن الأمم غيرنا قد سلكت نفس المسلك وقد وصلوا، ونحن بالغي صنعاء وين طال الصفر. الشعب يريد إصلاح النظام. قد تكون أجسادهم بعيدة عن الوطن، لكن نفوسهم تواقة للحرية كما تتوق إليها نفوس السودانيين في الداخل، الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط نظام جثم على صدورهم لثلاثين عاما وحكمهم بالحديد والنار كما يقولون. هشام هوبيا، تلفزيون العربي، من مدينة نيوكاسل شمالية بريطانيا.